والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم عايزين نتكلم عن مجموعة من المصطلحات المهمة جدا ان احنا نكون عارفينها قبل ما ندخلوا على الكورس العملي بتاع جافا سكريبت، وهنحل شوية ربما نتكلم عن قضايا مختلفة اغلبها ربما بتكون فلسفية في مسألة اني اتعلم ايه قبل ايه او ايه القصة بتمشي ازاي. يا ربنا ييسر ان شاء الله باذن الله. طيب اول حاجة عايزين نبدأ بيها يا جماعة بتكون عبارة عن جافا سكريبت اتسلف نفسها. بعد ما اتكلمنا عن الجافا سكريبت كسكريبتنج لانجوج، وعايزين نقول نقطة مهمة. احنا سبق ان احنا حكينا عن مقدمة عامة عن جافا سكريبت وعن الفرق ما بين الجافا والجافا سكريبت. كان دايما بيجي في بالنا نقطة دايما بنذكرها في كل السيشنز اللي فاتوا، لما بنبتدي اي بروجرامينج لانجوج بنقول دور على السبيسيفيكيشن، دور على الوثيقة، دور على الدوكيومنتيشن. بتتعامل مع اي فريمورك او اي لايبراري دور على الدوكيومنتيشن، هو اول مرجع المفروض يكون في بالك وقت ما انت بتبتدي تشرح توتوريال او عايز تتعلم من الفاندمنتالز بتاع الفريمورك او الكورس ده بشكل اساسي. يعني جافا سكريبت يا جماعة فين الدوكيومنتيشن، فين السبيسيفيكيشن بتاعها؟ السبيسيفيكيشن او الدوكيومنتيشن اقصد يعني مين اللي بينتجه، او اللي بينشئه بتكون عباره عن المؤسسه. يعني كل لغه برمجه سواء كان سكريبتنج لانجوج او بروجرامينج لانجوج بيكون ورا منها في كوميونيتي من الناس اللي بتتولى مساله تطويرها وتوزيعها او التعامل مع المؤسسات المختلفه، زي مثلا البراوزرز المختلفه، الواجهات، نظم اداره كده. يعني لازم ان يكون في مؤسسه بتتولى المخاطبه مسألة التطوير والتعديل في قلب اللغة. طب بالنسبة للجافا سكريبت يا جماعة، جافا سكريبت بترتكز على حاجة اسمها ايكما سكريبت، ايكما سكريبت ستاندردز، تمام؟ طيب نسأل سؤال، احنا بنقول ان جافا سكريبت بيزد على حاجة اسمها ايكما سكريبت ستاندرد. هي جافا سكريبت، طيب هي ايكما سكريبت؟ لو انت بتدور في توتوريالز تاني هيجاب لك كلمة ايكما سكريبت. عايزين نقول يا جماعة لا، جافا سكريبت مش هي ايكما سكريبت، بس المميزات الأساسية لجافا سكريبت أو البناء الأساسي اللي بيسموه الكور فيتشر الخاص بجافا سكريبت قائم بالأساس على ايكما سكريبت، لكن جافا سكريبت ليها خصائص إضافية بتميزها عن الكور فيتشر مش موجودة في ايكما سكريبت. فهمني؟ طيب جميل، ده بالنسبة للنقطة الأولانية بالنسبة لجافا سكريبت إنها بترتكز على ايكما سكريبت ستاندردز. نيجي لايكما سكريبت، ايه ايكما سكريبت دي من الآخر كده؟ طيب ايكما سكريبت دي ببساطة شديدة جدا بمثابة المعايير القياسية اللي بتحدد الخطوط الأساسية للغات البرمجة المختلفة، وهي اختصارة لـ ACMA European Computer Manufacturers Association. طيب سؤال تاني معلش بعد اذنك، طب يعني هي ايكما دي بتمشي عليها او كمعيار، يعني تمام بتعمل ستاندرايز، يعني بتأصل او بتقيس عليها او بيمشي عليها لغات برمجة او اقصد لغات سكريبتنج تانية غير جافا سكريبت؟ زي ايه؟ طيب عندك اكشن سكريبت من ادوبي، عندك جي سكريبت من مايكروسوفت. افضل مثال يمكن يوضح لك المفهوم بتاع ايكما سكريبت دي، ان اللغات دي اللي هي جافا سكريبت وجي سكريبت واكشن سكريبت كلها مشتركه في كور واحد، قلبها واحد اللي هو ايكما سكريبت ستاندردز، المعايير بتاعت ايكما اللي على اساسها هم بيشتركوا في شويه نقط اساسيه المفروض بتكون موجوده في كل النقط دي. ولو انت درست جي سكريبت واكشن سكريبت هتفهمني، لو طبعا خلصنا الكورس بتاع جافا سكريبت هتلاقي في امور مشتركه ما بين، هتلاقي الكور كله مشترك ما بين الثلاث لغات دي. بس ايه، لكن كل لغه منهم ليها ستايلها الخاص، ليها نكهتها الخاصه، ليها اسلوبها الخاص في التعامل مع وجود نقط اساسيه بتربطهم كلهم ببعض اللي هي المعايير بتاعت ايكما. طيب بالمناسبة ايكما يا جماعة، ايكما سكريبت ده يعتبر موضوع لكورس تاني خالص، كورس مختلف عن الكورس اللي احنا شغالين فيه تماما. ولحسن الحظ احنا مش بنستهدف الحديث عن ايكما في الكورس ده، احنا بنستهدف الحديث عن جافا سكريبت. طيب جميل، المصطلح التاني او المفهوم التاني جي كويري. جي كويري، طيب ايه جي كويري؟ جي كويري بمنتهى البساطة دي عبارة عن مكتبة من مكتبات جافا سكريبت،
تاني مكتبة. مكتبة يعني ايه؟ يعني library. ماشي، مكتبة من مكتبات جافا سكريبت بس كده؟ لا لا لا، دي مش بس مكتبة، دي اكبر مكتبة او اكثر مكتبة من مكتبات جافا سكريبت استخداما. طب بمعنى ايه؟ بمعنى انها مبنية او قايمة على جافا سكريبت. بتعمل ايه دي؟ دي بتقدم امور جدا رائعة لعملية تصميم الواجهات اليو اي ديزايننج، بتبسط بشكل كبير جدا استخدام جافا سكريبت في تصميم المواقع، كما انها كروس بلاتفورم. انت عرفت يعني ايه كروس بلاتفورم. نيجي للقضية الجدلية المنيلة بستين نيلة، البيضة الاول ولا الفرخة؟ البيضة الاول ولا الفرخة؟ يا جماعة، اتعلم جافا سكريبت الاول ولا اتعلم جي كويري الاول؟ طب طالما جي كويري بتبسط عليا كود جافا سكريبت، طب ما اتعلم جي كويري وما اتعلمش جافا سكريبت. طالما كده كده الامور بتاعت جافا سكريبت ممكن تمشي، تلاقي الكود ما شاء الله بيسحب معاك في مثلا في 15 16 سطر عشان تكتب مثلا فانكشن واحده، جي كويري في سطر واحد ممكن او في سطرين ثلاثه بالكتير ممكن تخلص لك القصه دي. طب ما يا عمي ما نقفله الكورس ونتعلمه جي كويري بدل ما نتعلمه جافا سكريبت. طيب يعني في خلافات كتيرة دارت او في حديث كتير جدا دار حوالين الناس، حوالين الناس المهتمين بالمجال، وناس بتقول اتعلم جي كويري وناس بتقول اتعلم جافا سكريبت. لكن اذا ما بتريد رأيي الشخصي، انت ممكن بمنتهى البساطة تكتب جي كويري توتوريال على الانترنت وتلاقي فيديوهات كتيرة جدا. مش مهندس اسامة شرح كورس للجي كويري وشرح كورس للجافا سكريبت، فيك تستفاد من الجانب ده. اللي نقدر نقوله في القصة دي يا جماعة، ان انت لو معاك ورقة بيضة فاضية تقدر تشكلها زي ما انت عايز، هذا كود للجافا سكريبت. انما الجي كويري انت مربوط بفانكشنز ليها وظائف معينة، ده لو نقدر نقوله. فانت ليه تحرم نفسك؟ او الامر اشبه بان انت دخلت مثلا مكتبة اسكندرية في قسم واحد بس منها وما حبيتش تشوف بقية الاقسام، بس بقية الاقسام فيها حاجات كتير جدا تاني ممكن تشوفها وتطلع عليها، هذا الجافا سكريبت يا جماعة. اللهم خير. يجي بقى السؤال قبل ما نروح النقطة الثانية، جافا سكريبت فريم وركس. طيب اوكي، انت ربما يكون الناس اللي مشيت معانا في السيريز ولحسن الحظ نقدر نقول ان احنا اشتغلنا على فريم ورك قبل ما نتعلم جافا سكريبت، يعني هنلاقي الامور يعني عندنا ربما حبه وعي شويه لما ندخل في الفريم وركس بتاع جافا سكريبت، تلاقي الامور سلسه وسهله وبسيطه ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر يعني. فالناس عندها المفهوم بتاع يعني ايه فريم ورك. المشكله بقى في كلمتين متشابهين او مش متشابهين، في كلمتين دخلوا في بعض دلوقتي، جي كويري وفريم وركس مختلفه هنمثلها. جي كويري بنقول عليه لايبراري، والفريم وركس المختلفه بنقول عليها فريم ورك. ايه الفرق ما بين اللايبراري وما بين الفريم ورك؟ وابوس ايدك بالله لا تركز معايا شويه. لايبراريز يعني مكتبات، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن حته من كود ها ممكن تستخدمها في مشروعك. الحته دي بتركز على وظيفه معينه بعينها. طيب تقدر توصل لها من خلال الاي بي اي، يعني من الاي بي اي ده انت تربطها بمشروعك. تمام؟ جميل. لما تحب تستدعي فانكشن معينه في المكتبه اللي انت ربطتها بالمشروع بتاعك، بتكتب الكود الخاص باستدعائها. حلو. بعد ما يتم الاستدعاء والاكسكيوتنج والتنفيذ، ها الكنترول بيروح فين؟ الكنترول بيرجع لكودك مره تاني علشان تكمل بقيه السطر البرمجي. فالبيضه الاول ولا الفرخه؟ كده كده انت هتضمن جيكويري ان شاء الله باذن الله في او هتتعلم جيكويري، لكن بعد ما كود الجيكويري خلص هترجع تكمل الكود بتاعك، هتكمل كود الجافا سكريبت او كود البي اتش بي او كود السي اس اس او كود الاتش تي ام ال اللي انت فيه، فانت راجع مكمل كود. فهتكمل كود كمل وممكن تكتب جافا سكريبت تاني. فهي بتخلص عند النقط دي، يعني وظيفتها بتخلص بعد ما الفانكشن اللي انت عايز تدرجها مثلا او الهاندل او الايفنت ده خلص، بتلاقي ان الكنترول بيرجع للكود بتاعك مره تاني، فانت بترجع للغه او للسكريبت اللي انت بتكتبه مره تاني يا جماعه. الامر اشبه بانك بتاخد حاجه وبترجعها تاني، عشان كده سميناها لايبراري او مكتبه يا جماعه. تمام؟ انت بتبقى عارف بالظبط اللي انت عايزه ايه، بتروح تتلافاه من الرف بتاعه اللي هي الفانكشن او الهاندل او الايفنت، ها وبعد كده بتروح الكنترول بيرجع للغه البرمجه مره تاني. طيب جميل، ده بالنسبه لكلمه لايبراري. طيب يعني ايه فريم ورك؟
واحنا اشتغلنا عن على فريم ورك اللي هو كان فاونديشن، واتكلمنا عن فريم وركس مختلفه على كل يعني على كل يعني في زي تقول تحس بان يعني مش كونسبشن بسيط، او في زي خلط ما بين يعني ايه لايبراري ويعني ايه فريم ورك. حتى في ناس بتسمي الجي كويري فريم ورك، بس الجي كويري لايبراري ربما حتى انه يلا اللهم خير. الفريم ورك يا جماعه ده حته من كود بيحدد الهيكل او الاطار العام اللي راح يمشي عليه مشروعك بالكامل. ماشي اوكي، مطلوب منك انك تحدد الفريم ورك اللي انت راح تبني عليه مشروعك، حلو جميل، بعدين تمشي مع الكود حلو والتصميم. الفريم ورك بقى بيدي لك اللي ما بيديهولكش لايبريز، بيدي لك هوكس وكول باكس وكول باكس. علشان كده انت من خلال الفريم ورك تقدر تبني عليه وبيه وفيه ومن خلاله. وده الفرق ما بين الفريم ورك وما بين اللايبريز. فالفريم ورك تحس بان هو اشمل واعم شويه لانه بيدي لك تولز كتير جدا، وسبق وان الناس اللي اشتغلت معانا في فاونديشن تعرف يعني ايه تولز في الفريم وركس. جيد اللهم خير. الفريم وركس زي ايه؟ زي وبالله عليك يعني انا عايزك بس تبص على النقط دي وتركز فيها شويه، ده يعني كده كده ان شاء الله باذن الله هنشتغل الحاجات دي في المستقبل يعني باذن الله، وهو ده المطلوب في السوق. يعني انت يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس انت مش معنى ان انت خلصت مثلا كورس اتش تي ام ال وسي اس اس وريسبونسيف والكلام ده، لا لسه في كتير تاني. كمل حالك واشتغل على فريم ورك من الفريم وركس الجاهزه، وبعد الجافا سكريبت مثلا عندك حاجه زي انجولار جي اس، حاجه زي رياكت. رياكت بالمناسبه موجود في فيسبوك. يعني طب هو فيسبوك بجلالة جد جوب كمية الديفولوبرز والديزاينرز والناس اللي فيه، يعني ما كانش قادر يصمم فريم ورك خاص بيه يا جماعة؟ بس المسألة أقرب لأن أنت هتخترع الساعة من الأول ليه؟ ما أنت عندك مثلا رياكت، رياكت بيعمل لك حاجات جدا جميلة وجدا رائعة، اربط وحجمه صغير وسريع جدا في التنفيذ. حاجة زي مترو، إمبر، ثريل، بوليمر، وفيو وايوريليا، كل الفريم وركس ديت مبنيه على جافا سكريبت، وبتديني امكانيات جدا قويه وجدا رائعه وجدا مميزه. يمكن يكون ان شاء الله باذن الله واحد من دول او اكتر ربما يعني مسار حديثنا في الفريم وركس في الكورس اللي جاي، ربنا ييسر ان شاء الله باذن الله بعد التطبيق وبعد ما نطلع مشروع ربما يكون واحد من ضمن مشروعات من احنا هننجي واحد من دول، وارجح بشكل كبير يا اما هيكون انجولار يا اما هيكون رياكت، هم دولت يا اما فيو. طبعا دولت اللي هو المور كومن فريم وركس بتوع جافا سكريبت، وبتديني تولز جدا رائعه وجدا قويه. يمكن يكون من الكونسبت مابس الحاجه اللي ما اتكلمتش عنها هي النوت جي اس، و يعني معلش لما يجي الكلام عن نوت جي اس الكلام عن عن محطة ما بين السيرفر وما بين الواجهة بتاعي، فايه انا مش هعرف اوصل لك المفهوم ده، لان النوت جي اس مكتبة من مكتبات جافا سكريبت بس هي ادفانسد جدا، وربما في المستقبل نقف عندها. افتكر ان النوت جي اس يا جماعة بتقف ما بين السيرفر وما بين الواجهة وما بين الاند يوزر علشان تشيك او تربط ما بين الاثنين، فده ليفل عالي شوية عليه. اللهم خير. يا رب اكون وفقت في اني اشرح الكونسبت بتاع شوية الحاجات البسيطة دول، وسعيد جدا اني كنت موجود معاكم في حلقة اليوم، واسف جدا على الاطالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.